النهارده المصريين نازلين عشان يكتبوا تاريخهم ويسكروا مستقبلهم. الدنيا كلها بتتفرج عليهم وبيشوفوا ازاي المصريين هيعملوا التاريخ وهيعملوا المستقبل النهارده ان شاء الله، النهارده وبكره. انا مش هقول للناس اكتر من ربنا، يا رب يقف مع مصر ويساعدها ويساعدنا كلنا، وهيبقى مستقبل عظيم ان شاء الله. بقول له لازم يكون مطمن ان بكره هيبقى جميل قوي وهيبقى عظيم قوي بينا كلنا مع بعض.